المطبخ العراقي بالاخص اكثر اكله انت تعشقها؟ باتشا. الباتشا ايوه اموت على الباتشا. الله يسلمك ابو الباتشا. استاذ حيدر يحب الباتشا. ايوه اموت على الباتشا. هذا الاكل اللي يعني متعارف عليه. هاي تيبيكال عراقي يعني 100%. يعني ايام طفولتك كنت تستمتع باكل والدتك اكيد. اي نعم. اكثر اكله كنت تحبها من ايد والدتك؟ والله انا ابوي الله يرحمه كان عنده يسوي لنا يزقف هو بيده. الله. يوم الجمعة تحديداً كان مصر لما العائلة وهالجلسة الحلوة هو اللي يزقف وتسوي لنا أمي تشرب باقلة. تشرب باقلة؟ أي تشرب باقلة البيض. هذا يعني شيء عظيم. كل أغلب العراقيين مو هي أنا عاشق للباقلة. أنا ما كل شيء أحب الباقلة. أنا عندي الباذنجان أعتبره هو الأكلة العظيمة. يعني عكس الطماطم يقولون الطماطم تدخل بكل شيء. أنا أحس الباذنجان يدخل بكل شيء. بس أنا أتريق يعني أتريق هذا الموضوع. يعني يصير ريوقي استاذ. هذه سوي لي وصفه انت راح تخلي لي هاي يمك الملعقه تفضل. بس قول لي شنو هذا. خليك اليوم تطلع شيف. يلا ما يخاف. هاي شنو هذا؟ البابريكا. بابريكا تخلي لي من عده خاشوكتين. خاشوكتين يعني مليانه. اي يعني لا العفو نص نص. اوكي نص. خلينا نسوي هيك نشتغل علمي. اها يلا هسه تمام. هو تجد ما تخلي اوكي. اي هاي نص لا عاش ايدك. انا راح اقطع السمك بهذا الشكل مشاهدي. هذا شنو هو؟ هذا هم نفس الشيء نفس المقدار. هذا اكليل الجبل. شنو هو؟ اكليل الجبل. اعشاب. نوع من الاعشاب. اعشاب اخوان. اكليل الجبل. ايوه هذا ايش كذا. اي حتى نعرف الموضوع شنو. اخلي كله يعني. اي هذا اتس اوكي. هاي الملعقه. اي زينه. اي اوكي هو كله. هذا شنو؟ خاشوقة من هذا زيت الزيتون. زيت الزيتون هذا مفيد جدا. كلش مفيد. اسمح لي خليني احكي لك اياها. يعني زيت الزيتون مفيد جدا. يعني اتمنى الناس كلها حتى البيضة يقلوها بزيت الزيتون. سمعتوا يا ليش نستخدم غير زيت الزيتون؟ سمعتوا يا جماعة الخير؟ شوية زيت سمسم نفس الخاشوقة. زيت سمسم شوية هم مفيد زيت السمسم. اي لطيف زيت السمسم كلش لطيف. اللي سويته هنا انا خليت كراث وراح اخلي الماء لازم هسه هيك اخلطها. واني شايفهم يعني دائما من يحطون الاشياء يخبطوها هيك. اي لازم اي خلط هذه الاشياء كلها تخلط. راح ارجع انا بس هاي اعتقد صلصه راح تصير هاي. اي هذا الصوص. اي وهذا الصوص مهم جدا هذا. تفضل. هو هذا ينطي الفليفر للاكل. يعطي اي يعطي الطعم الطيب ويعطي النكهه الطيبه للفاينل الاخير. راح اخلي نفس البهارات اللي خليناها هناك لكن وين على السمك بعد ما اتبله بهذا. هذه التتبيله خلصت لك طماي بقيت لك لا 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 اوكي. هي هذه الاشياء اللي انا احتاجها الخفيفه بسيطه. لاحظ هنا شوي شوي اتبله اخمره. شوف هذا راح يطلع يموت الامور. الملح شويه. والله ما تحكي على الملح يعني ليش كل الشيف يحكون الملح مو زين. الملح مو زين والاكل بلا ملح ما طيب. شلون راح يصير فاهي؟ اي مو بالله صح لا لا. كل ما يحكون الملح مو زين الملح مو زين الملح مو زين. راح اخلي طحين اسمر. وراها ارجع هذا يسوي كريسبي مقسب لو مو مقسبه كل شويه لكن حتى لا يلزق عندي بالطاوله.